في أذكار الصباح والمساء أيها الإخوة التي تحفظون دعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. في هذا الدعاء لفتة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الكسل والحزن. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. ربط بين الحزن والكسل وبين العجز والهم، فكأنه صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن من زاد كسله وعجزه سيزيد همه وغمه. لذلك يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، ويستعيذ كمان أن يكون المرء كسلانا أو أن يكون عاجزا. مفهوم المخالفة في هذا الحديث بأن من زاد عمله قل همه. بدك يخف همك، بدك يخف الضيق عنك، عن أسرتك، عن المجتمع، عن البلد، عن الناس، ضاعف العمل، اشتغل أكثر. لهذا الدعاء أيها الإخوة قصة يرويها سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كما في سنن أبي داود. قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة. قال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالساً في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون. مهموم، هم كثير راكبني الدين، وعندي من البلاء ما الله به عليم. قال: ألا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله همك وقضى الله عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك، فأذهب الله تعالى همي وغمي وقضى عني الدين. إن الانشغال بالعمل الصالح والعلم النافع يؤدي إلى انشراح الصدر وطيب الذكر وعميم الأجر.